السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي وتلميذات الصف الرابع الابتدائي. حبايبي، احنا خدنا مع بعض العمليات الحسابية على الأعداد الكبيرة، وعرفنا ان العمليات الحسابية دي بنستخدمها في حياتنا اليومية كل يوم، ان كان ضرب او طرح او قسمة. خدنا مع بعض الجمع والطرح، هنكمل مع بعض العمليات الحسابية على ضرب عدد في عدد آخر او الضرب في عدد مكون من رقمين. طبعا صيغة السؤال ممكن تيجي اوجد الناتج، او لو ضرب بس اوجد حاصل ضرب. طب الضرب بيجي ازاي يا ميس سهى؟ اما المسألة بتكون في صورة افقية يعني جنب بعض، لاما بتيجي في صورة رأسية الرقمين تحت بعض. يعني مثلا لو في صورة افقية بتبقى 347 في 5 جنبها، لو في صورة رأسية هتبقى مثلا 736 تحتيها في 4. تمام. طيب نحل ازاي؟ انا بفضل الطريقة الرأسية، حتى لو افقية بحب اعمل هامش واخد الرقم الكبير اضربه في الرقم الثاني واشوف حصل الضرب هيكون ايه. طيب ناخد مثال، لو قلت 572 في 3، حط 572 في 3، هاخد رقم مرة التلاتة هضربها في الأحاد، ومرة هضربها في العشرات، ومرة هضربها في المئات، وهنشوف 3 في 2 ب6، 3 في 7 ب21. ما ينفعش أحط الواحد وعشرين كلها، هقول واحد معايا الاتنين هضيفها على خانة المئات من فوق، حطها في دايرة عشان تبقى قدام عيني. 3 في 5 ب15، أضيف عليهم الاتنين هيبقى 17، هيبقى الناتج عندي 1716. طيب ناخد عدد مكون من 4 أرقام، أحاد، عشرات، مئات، ألوف، ونضربه في عدد، هنقول 2466 في 6، 6 في 6 ب36، 6 ومعايا 3 هضيفها على خانة العشرات، 6 في 6 ب36 و3 39، 9 ومعايا 3 هضيفها في خانة المئات، 6 في 4 ب24 هضيف عليها 3 هتبقى 27، 7 ومعايا الاثنين، 6 في 2 ب12 و2 14، هحط ال 14 كلها علشان ما عنديش خانة اضيف عليها الواحد، هيبقى الناتج بتاعي او حاصل الضرب 14796. طب تعالوا ناخد مسألة كده حياتية او مسألة كلامية، بيقول اشترى تاجر 7 تلفزيونات، فاذا كان ثمن التلفزيون الواحد 6200، فما تكلفة 7 تلفزيونات؟ نهتم قوي بالتمييز في اول المسألة وفي اخرها. نقول تكلفة التلفزيونات بيساوي 6200 في 7، السعر في الكمية بتاعتي 6200 في 7، 7 في 0 ب0، 7 في 0 ب0، 7 في 2 ب14، 4 ومعايا الواحد، 7 في 6 ب42، و1 43، طلع لي 43,400، وده تمن إجمالي السبع تلفزيون. طيب ناخد بقى ضرب عدد في عددين، نفس الطريقة بس أنا عددين مكون من أحاد وعشرات، مرة هاخد الأحاد وهضربه في العدد اللي عندي ومرة العشرات. طب إزاي؟ يلا مع بعض حبايبي نكتب 385 في 37، هاخد الأول السبعة اللي هي الأحاد هضربها، 7 في 5 ب35، 5 ومعايا التلاتة أضيفها على العشرات، 7 في 8 ب56 و3 59، 9 ومعايا الخمسة، 7 في 3 ب21 و5 26، هحط الرقم كله. طيب ورقم العشرات التلاتة احنا بنضرب في 37، قبل ما اضرب في 3 هقول زائد وحط صفر تحت خانة الأحاد، لاني انا الرقم اللي هضربه دلوقتي عشرات هينزل تحت رقم العشرات، فهضرب 3 في 5 ب15، 5 ومعايا الواحد، 3 في 8 ب24، و1 25،
خمسة ومعايا الاتنين، تلاتة في تلاتة بتسعة، تسعة واتنين حداشر. وابدأ يا ولاد أجمع أحاد مع أحاد، وأبدأ الجمع من اليمين للشمال من خانة الأحاد. خمسة زائد صفر خمسة، تسعة وخمسة أربعتاشر، أربعة ومعايا الواحد، أضيفه على خانة المئات، واحد وستة سبعة، سبعة وخمسة اتناشر، اتنين ومعايا الواحد، واحد واتنين تلاتة، تلاتة وواحد أربعة. تمام. نيجي يا ولاد ناخد مسألة تانية. ايه هو الرقم 5642 في 12؟ نضرب مع بعض 2 في 2 ب 4. انا دلوقتي هاخد الاحاد الاول هضربه في كل العدد اللي عندي فوق. 2 في 2 ب 4، 2 في 4 ب 8، 2 في 6 ب 12، 2 ومعايا الواحد، 2 في 5 ب 10، 1 11. هقول زائد، ايوه برافو، حطيت تحت الأربعة صفر علشان انا هبدأ برقم العشرات. 1 في 2 ب 2، 1 في 4 ب 4، 1 في 6 ب 6، 1 في 5 ب 5. وهبدأ أجمع مع بعض أحاد مع أحاد، عشرات مع عشرات. طبعا لما يبقى الخانات تحت بعض بيسهل معايا عملية الجمع. 4 زائد 0 هتنزل هي هي الأربعة، 8 زائد 2 10، 0 معايا الواحد، 1 و 2 3، 3 و 4 7، 1 و 6 7، و 5 و 1 6. هيبقى الناتج بتاعي 67704. تمام كده قدرنا نعرف نضرب في رقم واحد ونضرب في رقمين. طيب ناخد تمارين كده نقعد نحلها مع نفسنا. اكتبوا معايا 575 في 9، 575 في 9، جنبها 2784 في 8، 2784 في 8، 8725 في 7. ناخد كمان 52436 في 4، 52436 في 4، 95321 في 7. كمان واحدة 16537 في 6. طب ناخد كده كم واحدة ضرب في رقمين؟ 527 في 42، 43 في 24، 5467 في 84. نحل على طول المسائل وشكرا لكم.